مرحبا لفترة طويلة أكثر طلب كان ينطلب منا نحط عن الجهاز اللي بيطلع وراي دائما بالتصوير اليوم رح أحكي لكم عنه خلينا نشوف مع بعض موقع السي بيعمل خصومات حقيقية على برامج ألعاب وبطاقات شحن واهم منتج من هالمنتجات هو الويندوز 10 برو اللي سعره بوصل اقل من 15 دولار مع خصم خاص بالقناه كل اللي عليكم تعملوه بعد ما تكبسوا باي ناو انه تحطوا الكود الخاص بالقناه للخصم اللي هو سي ام من كمبوتر تعملوا ابلاي بيطلع لكم السعر الجديد واللي هو 13.78 دولار خلال دقائق بكون مدفوع واصلنا الكي وبنقدر نفعله مباشره للتفعيل ببساطه بنروح على صفحه خصائص النظام ونعمل تشينج برودكت كي او تغيير مفتاح ويندوز وبنحط الرقم اللي اعطاني اياه الموقع وهيك بكون الويندوز اتفعل رابط المنتج والموقع موجود بوصف الفيديو بداية خليني انوه كم شغله، التجميعة هاي اللي شايفينها هي نفس الموجودة وراي، عملت عنها فيديو سابق هي الرابط تبعه طالع على الشاشة، ومواصفات الكمبيوتر ايضا طالع على الشاشة، تقريبا نفس الاشياء ولكن تغير فيها التبريد المائي بشكل عام، كان تبريد مائي مفتوح ولكن بالانابيب المرنة، والان صار بالانابيب الصلبة وغيرت فيه شوية الوان مع قطع معينة رح نحكي عنها اول باول، بداية هو كرت الشاشة. وانا بفكفك كرت الشاشه اللي شايفينه امامكم اللي هو 1080 من اي جي راح احكي الهيستوري او تاريخ الجهاز وتاريخ الكرت هذا بالذات وانا بفكفك فيه الان راح ابلش بالباك بليت بالاي او شيلد وبالمبرد نفسه اللي صاير انه انا ما كنت ناوي اعمل فيديو عن هالجهاز ولكن صارت عندي عاده بالقناه كل ما اعمل شيء حتى لو كان ما له علاقه بصوره فالتصوير اللي انتم شايفينه ما كان هدفه انه نزله كفيديو ولكن راح انزله لانه كثير كثير طلبتوا الموضوع الشيء الثاني انه الفيديو هذا ترقيع يعني او الجهاز هذا ترقيع يعني كل شيء انتم شايفينه طلعوا حتى الثيرمال بادز اللي موجوده مرجع ترقيع للسبب اللي رح احكي لكم ايضا كمان شوي انا ما عندي القطع اللي بدي اياها عشان اعمل اللي انا ببالي مش زي بعض الناس زي دارك مثلا عنده كل شيء جديد وبلمع وزي ما بده بيعمل، لا انا مش كل القطع متوفره عندي فعشان هيك انا برجع بقول انا ممثل الطبقه الكادحه وما تضحكوا علي زي ما زي ما عملتوا بالفيديو تبع القناه اللي غيرنا فيه اللوجو وكلكم بتحكوا اه طلع الجهاز اللي وراك ومش عارف ايش، بعرف انه مواصفاته افضل ولكن آه رح تشوفوا الان الامور الترقيعيه، الكرت اللي شايفينه طلعوا الثيرمال بادز ما كان عندي ثيرمال بادز فحطيت القطع هاي زي ما هي عشان تبرد بدي امسح الان الثيرمال بيست اللي موجود على الشريحه الاساسيه واستخدم الكليننج وايبس او المحارم المبلله بالماده اللي بتمسح الثيرمال باد الثيرمال بيست من نوكتوا ودونا اياها والان رح نستخدمها صراحه جدا جدا مرتبه تغني عن السائل او الماده اللي بتمسح فراح اشيل كل شيء على الشيبسيت نفسها وامسح الكارد بشكل عام من اماكنها المختلفه حتى الاماكن اللي كانت عليها الثيرمال بادز نرجع للتاريخ تبع كرت الشاشة الآن هني بدي أركب بلوك وباك بليت من إي كي اشتريتهم أثناء البلاك فرايدي سيل اللي صارت نهاية السنة الماضية طول علي 75 دولار الاثنين أي نعم مش بي هي أسيتال سودا بيسيك سواء هي ولا الباك بليت الآن بناء على المانيوال راح أركبها الكرت هاد كان فور ذا وين يعني كان عليه تبريد مائي مغلق من اي جي إيه بعد ما عملت الفيديو بكم يوم انحرق للاسف الشديد الحمد لله على كل شيء ولكن رجعت رجعت عليه التبريد الهوائي الاصلي تبعه ومن ثم رجعت هيني بدي ابرده مائيا، الان من المانيوال شايفين انتم قطع الثيرمال بادز اللي جايه معه رح نركبها على الفي رامز او الرامات اللي موجوده على الكرت نفسه ورح نركبها على الفي ار امز والموسفتس اللي هي القطع اللي اطول شوي، طبعا بتيجي العرض تبعها ثابت مقصوص من المصنع ولكن الطول شوي زايد رح ارجع اقصه بايدي، بعد ما نركبهم ونشيل عنهم كل البلاستيكات اللي عليهم بنركب هيك الثيرمال بيست uh, او المعجون الحراري طبعا ما راح اركب الاساسي اللي موجود معه رح اركب ثيرمال جريزلي بالطريقه اللي حاطين عنها بالمانيون ممكن تحطوا نقطه كبيره ممكن تحطوا خط واحد ممكن تحطوا اكس ممكن تحطوا اكسين متقاطعات مع بعض زي النجمه زي ما عملت انا الان هيك المانيوال بحكي كل الطرق تؤدي الى روما ما في مشكله خصوصا انه الكرايونات غير موصل كهربائي فحتى لو سال على الكرت ما في مشكله بدي اركب البراغي الموجوده على uh, الثيرمال بلوك او عفوا الجي بي يو بلوك نفسها اللي جايه من إيكي. ركبتهم والان بجيب الثيرمال او الباك بليت وبركبها عليه طبعا في براغي لازم تتركب قبل ما اركب الباك بليت في براغي بعد ما اركب الباك بليت طبعا الاي او شيل لازم يكون راكب زي ما انتم شايفين طبعا بتشوفوا المانيوال ما في داعي تفتوا لانه كل بلوك تختلف عن الثانيه الباك بليت بيجي معها ايضا ثيرمال بادز لازم نركبهم حسب ما المانيوال بحكي لانه برضه هي بتوصل حراره وبتشتت من خلف الكرت اضافه الى فائدتها كمنظر اولا زائد بتخلي الكرت ما يعمل بندنج او يطعج تحت الضغط لانه حتى البلوك هاي وزنها كبير مش اي نعم اقل من البلوك الهوائيه ولكن ايضا وزنها ثقيل فما تستهينوا فيها، الان بركب الباك بليت وزائد اخر شيء بركب السدادات تبعت التبريد المائي اللي هي حسب اتجاهات التبريد اللي بدي اعمله انا بشكل عام بالكيس، عندي مراوح رينج بلس 12 من ثيرمال تيك رح اركبهم انا كنت مركب اربع مراوح من نوكتوا هاي اشي ثاني ترقيع موجود لانه انا عندي راديتر 480 قياسه 480 ملم ما عندي 360 اللي هو القياس الماكسيم تبع الكيس بس برضه رح ارجع واحطها مش كثير فارق لانه الهواء رح يطلع من ورا الكيس وما عندي مشكله بالمنظر انا صراحه انا يعني احط ثلاث مراوح ثيرمال تيك وواحده نوكتوا مره ثانيه ترقيعه ولكن ما باليد حيله هيك التركيب الاخير صار بالنسبه للجهاز معظم المواصفات اللي شفتوها انتم طالع على الشاشه الداخليه الريزرفوار والبامب ايضا من ثيرمال تيك الـ اول بايب بدي اعمله اللي هو طالع من المعالج رايح على كرت الشاشه والفيتنجز اللي انتم شايفينها هاي البيضه ايضا جبتها من اي كي بالوينتر سيل ما كان عليها سيل خطير ولكن جبتها مع شحنه الـ الجي بي بلوك والباك بليت الان بدي ابلش اطعج امامكم بتسريع كبير جدا ولكن عشان اوجيكم كيف انا بجرب بالنظر مش بس بقيس بامكانكم انتم خلص تشوفوا بالنظر تقيسوا وتشوفوا الطريقه اللي بدكم اياها عشان تركبوا فيها البايبس المختلفه فانا بدايه بدي ابلش بالانبوب حكيت اللي طالع من المعالج الى كرت الشاشه من كرت الشاشه الى الريزرفار والبامب من البامب الى الراديتر ومن الراديتر الى المعالج نفسه رح نمشي عليهم وحده وحده ولكن سريعا اعذروني على التصوير اذا ملاحظين انا لابس شتوي بهالفيديو لانه ما كان غرضي اعمل الفيديو ولكن مره ثانيه كنت احط الكاميرا واشغل واشتغل عشان اذا حدا سال زي ما انتم عملتوا ارجع اورجي الفيديو الان بعمل اخر طعجه اللي هي نازله على كرت الشاشه وهيك بكون خلص اول انبوب رح ارجع اركبه عشان اتاكد انه اموره تمام طبعا نحكي شوي عن مواصفات الكمبيوتر لحد ما نخلص الوصله هاي ونبلش بالوصله اللي بعدها المواصفات زي ما قلت هي ثريد ريبر 1950 اكس البورد الايسوس تريكس الاكس 399 اي جيمنج الرامات 32 جيجا من هايبر اكس طبعا كوات شانل او رباعيه المسارات في عنا باور سبلاي من كورسير 1200 واط رح اغيرها ان شاء الله قريبا في عنا الراديتر اللي هو من الفا كول 480 ملم اللي جي رفيع هاي الوصله اللي بعدها اللي هي من البامب يوتن بتروح على الراديتر واحده وصله سهله اذا لاحظتوا انا ما عملت او زي ما رح تلاحظوا ما عملت تعجيجات كثير ب التجميعه هاي لانه انا بهمني الاداء وبهمني شويه منظر وراي وانا بصور ما يكون هيك سيء جدا واللي رح تشوفوه كمان شوي لاني ما كنت ناوي اصور رح تشوفوا الجهاز بغبرته بالاشياء اللي عليه زي ما هو لانه انا تقريبا عملت هالحكي من ست شهور. نكمل المواصفات الثانيه، الشيء الثاني تغير رح تشوفوه ايضا كمان شوي اني ركبت عليه اس اس دي اضافي اللي هو للجيمز اللي هو ال 1 تيرا الهايبر اكس فيوري ار جي بي وما لقيت له مكان فراح احطه على الباور سبلاي كلكم كان في بعضكم علق بالفيديو الماضي تبع معاينه الهايبر اكس لفيوري اس اس دي انه الحراره سيئه وامورها فيها مشكله انا كنت بحكي عن الحراره لاني حاطه على الباور سبلاي وهو مش افضل مكان تحط عليه اس اس دي وبحكي مع هيك كانت اموره تمام مع انه الحراره وصلت باوائل الخمسينات الانبوب اللي بعده اللي هو طالع من كرت الشاشه ورايح على الريزرفوار اللي هو موصول بالبامب برضه انبوب بسيط بس طالع الى الاعلى من كرت الشاشه ونازل على الريزرفوار او الخزان وزي ما لاحظتوا كل إشي قاعد بعمله بالنظر شفت المسافه اللي بديها للاعلى 10 90 درجه رجعت قست المسافه الواصله للريديتر وقستها برضه 90 درجه انا عاده بطول البايب شوي او الانبوب وبعدين برجع بقصه عشان ما اخسر يعني تكون بالزايد ولا تكون بالناقص بانابيب التبريد المائي بشكل عام سواء كانت صلبه ولا مرنه طيب ما دام الفكره العامه وصلت خلينا نبلش نركب الانابيب اللي طعجناها آه، عندنا طبعا اللي هو من المعالج الى كرت الشاشه عندنا من كرت الشاشه الى الريزرفوار او الخزان اللي شايفيني بركب فيه الان اللي هو من الريديتر الى المعالج اللي هو بيطلع المي اللي المفروض انها تبردت من الريديتر واخر شيء في عندنا من البامب او المضخه الى الريديتر نفسه توصيله جدا بسيطه الان بحط مي مقطره انا عاده بستخدم مي مقطرة عشان أفضي اللوب تقريبا ثمان مرات قبل ما أحط الوص... الخلطة المائية اللي هي من ايكي اللون الأبيض اللي بيجي مصمت أو صلب طبعا أنا هذا هذا السائل جبته محلي موجود الآن في بيرفورما وسيتي سنتر بإمكانكم تجيبوا الصبغات هاي اللي هي صراحة جدا جميلة وأدائها جدا ممتاز وبعد ست شهور من التجربة بقدر أقول لكم إنه أمورها تمام بعبي اللوب نتأكد إنه ما في تسريب بنحط محارم عشان نتأكد إنه الأمور تمام وهيك بشكل عام خلصت الدوره المائيه بشكل عام والان امامكم الجهاز بصورته النهائيه انسوا الزوزقات اللي انا عاملها بالاكشن فيجرز ولكن الاشياء اللي ما حكينا عنها حكينا عن الفيوري ار جي بي الاس هي راكب على الباور سبلاي في عندنا الكابلات البيضاء من كيبل مود اللي مش كلها موجوده عندي اذا ملاحظين 24 بن وصله مش موجوده بيضاء فعملتها باللون الاسود في عنا شوية فيلكروز من اي في جي اي هاي المروحة النكتوة لانه ما عندي اربع مراوح من ثيرمال تيك فركبت المروحة السفلية من نكتوة هي مبينة ومش مبينة لاحظوا الغبرة الموجودة على الباك بليت على اعلى الباور سبلاي انا خليت الغبرة وما مسحتها عشان تشوفوا انه بعد ست شهور من استخدام لكيس مفتوحة في غرفة دائما مغلقة انا ما بفتح شبابيك الاستوديو القناة بتضل امور الغبرة مش سيئة جدا ولكن بعد كل ست شهور لازم تنظفوا الجهاز انا رح نطفو بعد هاي العمليه اللوح القزاز اللي انتم شايفينه هذا مش قزاز هذا بي في سي وليس تمبرد لاس لانه اصدار البي 3 اللي عندي ما عليه تمبرد لاس هاي الاس اس دي اللي موجوده على الباور سبلاي وبرجع بكرر انه حرارته اي نعم عاليه شوي ولكن اداؤه تمام لانه موجود بمكان غلط ومش مفروض نحطه على باور سبلاي وبشكل عام هاي منظر الكيس امامكم البلوك هاي اللي هي بلوك السي بي تبعت Uh, هاي شايفين كيف مبينه الثيرمال بادز من جوا الجرافيك كارد وهي مروحه النقطوة والكيبلات البيضاء من ثيرمال uh, او كيبل <applause> مود. بالنهاية شو رايكم انتم بالشيء اللي شايفينه امامكم بالترجيعات الكثير اللي, اللي انا عاملها هل مبينه هل شكلها سيء جدا؟ أه ما دام الاداء مش متاثر هل عندكم مشكلة ان الاداء مش متاثر ولكن الجهاز شكله هيك حاب أسمع منكم اقتراحات شو إشي أعمل من هون لنهاية السنة عشان أحسن من منظر الجهاز أو شو القطع اللي ببالكم لازم أحطها أو حابين تشوفوها بالجهاز المونتاج الأساسي أو الجهاز اللي ممكن يطلع وراي بالقناة ممكن يكون جهاز الجيمينج هو اللي طالع وراي أو التست بنش نفسها بالنهاية إذا عجبكم الفيديو اعملوا لايك لا تنسوا اشتركوا بالقناة اعملوا لها شير فعلوا الجرس عشان توصلكم كل فيديوهات جديدة منا وتكبر القناة إن شاء الله بنشوفكم فيديو ثاني إن شاء الله وإذا حابين تتواصلوا معنا تواصلوا معنا على الإيميل أو حسابات التواصل الاجتماعي موجودة كلها بوصف الفيديو وصف القناة تحية كبيرة جدا من دارك ومني أنا مد سلام